تحت رعاية السيد مدير الجامعة الدكتور الأخضر جرين، وتحت إشراف المديرية الفرعية للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية، وبالتنسيق مع شعبة الإعلام والاتصال. احتضنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية يوم الثلاثاء 29 نوفمبر فعاليات اليوم التحسيسي حول داء السكري، حيث عرفت الفعالية مشاركات نوعية ومميزة للطلبة كمنظمين ومشاركين وحاضرين، بالنظر إلى أهمية المساهمين في إثراء فعاليات اليوم التحسيسي، والذي شمل عرض الطلبة لمطويات تحسيسية تمثلت في المطويات والجداريات والفيديوهات التوعوية، والتي تم عرضها وفق محاضر ثانية للأطباء المختصين. افتتحت الاحتفالية بكلمة السيد عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية دكتور ضعرير محمد، والسيد مسؤول شعبة الإعلام والاتصال الأستاذ عيشوني عبد السلام. عارف اليوم التخصيصي مشاركة كل من المؤسسة العمومية للصحة الجبلية بأداة فرس، ممثلة في الدكتور بن عيسى مراد رئيس مصلحة علم الأوبئة والطب الوقائي بشلف، والسيدة عراب نصيرة القابلة الرئيسية من ذات المصلحة، دار الشباب الشهيد خديم معمر لأولاد فارس مؤثرة في السيدة المديرة مرباح الزهرة، مخبر نيوميديك مؤثرا في السيد هواري بن عبد المالك، مديرية التجارة وترقية الصدارات بولاية شلف مؤثرة في السيدة بالزحاف مريم طالبة بشعبة الإعلام والاتصال، جمعية الأمان لداء السكري، المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، جمعية آفاق الفن. اتفق المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الوعي بمخاطر وأعراض داء السكري وسبل الوقاية منها، من خلال تقديم نصائح صحية وغذائية يجب العمل بها